اليوم الفيديو حيكون عن تحدي سلام البلالين. وقبل ما نبلش الفيديو لا تنسى اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير والاشعارات. وطبعا اليوم انا هيك شكلي لانه انا مريضه ومرشحه. ولا تنسوا هاشتاج حملة توصيل دوري ل 800,000 مشترك. ويلا نبلش المكونات. فيني ابدا انا؟ اوكي. المكونات، المكونات هم بيرسيل باور جل، صمغ ابيض لازم تكون صمغ ابيض بس انا حجر يعني حيصير اصفر. بتحتاجوا كوبايه مي، كمان ملون طعام، انا اخترت اليوم الازرق لانه كثير صحيح، وبلالين واي يعني مثلا تخزوها. ومثلا عشان تكتبوا على البلالين اسم الشيء حطيته جواته. وهلا داري اول شيء رح نحتاج لمعلقه، وانا جبت قلم ازرق، وهذا ملون طعام اصفر كثير بحب اللون الاصفر، وهذا جلو ابيض. وهون انا وريان جبنا هاي قليله المي عشان نقصها من هون، بعدين رح نقلبها عشان نقدر ندخل كل هاي المكونات تاعنا جوا البلالين. انا عندي هون جلو شفاف، انا خلصت استعملت جلو شفاف، عملت فيه سلايم ثاني. وهذا شيفينج كريم لانه ريان لها شيفينج فوم قصدي. ورح نحتاج اكيد لمقص، بس انا قصيته اوريدي. ورشة كمان رح نحتاج، شو هنحتاج كمان؟ صحن ابدا. على فكره لما تحطوا انتوا قلوب تفكروا شو بنحتاج هالصحن الكبير، لانه بنحط نحن بنكتر كثير شيفينج كريم فبصير هسه بدنا نحط الجلو جوا ونفتح البلالين. ثم بعد شوي بس نضعهم نمشيهم بس اوكي. بصيروا كثير كبار فافتح البلالين. اوكي انا هلا حقص الاني قدامكم واورجيكم كيف انا قصدي. ورمان في تساعدي انا اول اصبر بس انا قصر ما عم بدخل هلا بدنا ندخله ما تصدقوني ما عم بدخل معي ما بدخل ولا شيء كيف ما عم بدخل شوي اوش اسمعي راح اسمعي اوكي هلا وين تبعي يما هي عم بدخل جوا ما عم بدخل بدون قلم هيك بتسويه نزل طبعا بعدها لازم ننفخها عشان بعدها تنفجر تعبينا نحن مش هو هلا احنا ما هيك بنعمل بس تكون متاكد انه مسكر من تحت يا حبيبي بليز انزل ما بدي انزل تحت هاي كنت كيف هيك هيك سوي ريان ريان هيك سوي هاي بكفي فيك تسوي اللون لا هيك سوي ريان فيك تسوي حلو سكر كمان سكري بس من فوق فهسا رح نبدا وكل وحده معها مقصها مقص يلا مقص فهسا بدنا نبدا عبينا كل شيء هذا هو الصنعش عارف الحصان من البوس خلص ارفع اذا واحد اوه ماي مصيبة كان لازم اقصهم كل جلوبي راح يلا شو صار؟ ماي هلا زباله هلا شو اللي بعده؟ بس نحن طلع فيهم كثير دول ما كثير خايفة رح نصوص البوز فاهمة؟ اللي بعده بيكون ملون مي بلا بس كثير مي صح؟ هنحط شوي مي كثير مي حنعمل خزة صغيرة مشان المي لا المي ما في داعي خافي عليه
اوكي حطينا شوية حطيت ماي كنا حاطين ملون انا خايفة منه لانه كتير ملون حاطين ما بيصير تخلطي اه صح ذكرت لا امبلا عادي والله ما بيصير اوكي راح اصير ملون خافي ما صار ملون ما صار شيء بل اجى علي على وشي حطيت ملون للرغوة من رغوتي هي رغوتي حلقة طبعا انا حطيت جواتها شوية مي اشوف ايدي فيني اخذ محطة شوية اول او ماي جاد هذا شيء علي ولا لا دنيا اليوم توسخت شو حيسووا فينا هم لما يشوفوا المنظر اللي حنزوره هذا بدنا نحط رغوة حلقة اذا ما في كثير فينا نحط زيادة نوع شو ما حطوا لنا كثير رغوة طحين او ماي جاد شو ما حطوا لي شو ما حطوا لي شيء اه ما حطوا لي قصيف زيادة لانه هذا كثير انا كل ما تضيف رغوة زيادة بصير في عندكم اكثر رح اضيف رغوة زيادة اوكي لو ما بعرف ايش تبعي فاهم البوز انا هلا دوري برسيل برسيل كثير حط لا ايش انا يعني محامي انا ايش معنى حط برسيل من فوق احسن من البوز وايش اوكي كمل وايش هو انا لسه هو لسه ما عملت شيء وقع لسه ما عملت شيء وقع ايفنا او ماي جاد خربنا كيف حيكون سلايم؟ يلا راح ابدا اخلط انا خلصت كل اغراضي. لا حلو صار سلايم لسه ما خلص اليوم ما شاء الله. كل جلوة طار. بس يلا كثير كبير السلايم شوفوا. ايه. اشعر اكيد اجا. برسيل يبقى احلى سلايم بس اقرب شايفين؟ يلا نشوف احلى سلايم. يا في حدا وين برسيل حدا بيعرف وينه؟ هون جيت تروح تجيب لي برسيل؟ انا لوني از اميزنج وسلايمي كيوت يا لونو او ماي جاد عليكي لازم نتحمم اليوم ناخذ دوش الله شوفوا اتس اميزنج شوفي 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 ماما قصدي شوفي الكاميرا خلص هذا بيدي سلايمي بجنن ضيفي شوية ملون طعام بس ايدي لما خل لما يجي الصيام راح اضيف ملون طعام ضيفي برسيل سلايمي انا بجنن انا سلايمي مثل لو روان ما فقعته من تحت وانا في مره رفعته من تحت كنا كل شيء نضيف هيك فله او ماي او ماي جاد شوف تهرب شو بجنن لازم اخذ هيك بدنا اعمل كلير سلايم انا عملت كلير سلايم كلير بهذا هذا ما بتشوف مثل الاول العادي كيف هذا هو سلايمي لهلا لا في برسيل على الطاوله في برسيل رمان انا هلا بجرب اعمل كلير كلير على بال ما تخلص هذا الكلير كلير سلايم بلا من سلايم كثير كبير بده ياخذ وقت شايف كريم كثير هذا كثير حطي بس قلوب على البرسيل رح يصير مثل الفرن شوفوا ده بعين بشرب اخلط بيدي الحلوين هي احس لون اصفر حرام نطلع كثير كثير شوفوا تبعي هلا بظبط بقى شوفوا كيف صار كثير سلايم الله يا لون حبيبي يتبقى أخيرا صار سلايم الكلير سلايم وهون عندي فلافي سلايم لون أصفر دبق شوي أنا كبير تاع كثير كبير وصوت اسمع صوته شوفوا السل برضه كثير شوف احنا شوفوا معي اعطينا صوت اصفر من هذا لازم يسلكني اغلي
كتير حلو. شوفوا 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 الموت. انتوا ما بتحب هذا اللون كتير. هذا اللون ما بتحبه كتير. بعرفها. انتوا ما استعملته. عملنا انا وروان انسان ميكس. مش انا هي عملته. اوكي انا هلا بدي اعمل شغله سم. اخذ هذا اعمله اي ايه تكبس عين. اوكي انا حاعمل انسان كبير. شوفوا كيف نعمل كده. فما صار انسان بدون ايادي. بل هاي مع ايادي هلا ايد وحده. دي شويه مي. لا يا الله منك مع مي بيطلع بسكر ايده وبمط اكتر بكتير. بعمل ستاتشي هيك شويه مي. ياي وهذا فيديو اليوم. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا وحبيتوا. اذا حبيتوا انسى اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير والاشعارات وباي.